والصفقات وصراع الصفقات ما بين الأهلي والزمالك، شايف مين تحديدا اللي استفاد في الصفقات الموسم ده؟ بص، هو انا ما يعني انا ما بحكمش على الصفقات غير ما بنشوفها في فعليا. الملعب. يعني مثلا لغة الارقام كويسة وكل حاجة، بس بتدي مؤشر. يعني مثلا انا ما ابص على اللعيب مثلا ده ارقامه ايه قبل كده، فهو مؤشر، لكن انك انت تحكم اللعيب ده صفقة ناجحة او صفقة فاشلة لازم تتفرج عليه بعينك. يعني أداء ما تقوليش مثلا ان هو لعب 20 ماتش جاب 17 جون فده ماشي، ده مؤشر ان هو هيبقى حاجة كويسة، بس يعني ياما لعيبة جت مصر وكانت بأرقام عالية بس ما قدروش ان هم ما تأقلمش مع الجو يتأقلموا أوي. سواء مع الأهلي او الزمالك. وفي نفس الوقت برضو صفقات، لو هنتكلم على الصفقات المحلية، بيبقى في لعيبة يعني كسرت الدنيا في الأندية التانية، يجي أهلي او زمالك لا اللعب مختلف، صحيح، لأن الأندية بتلعب قدام الأهلي والزمالك دايما يعني دفاع شديد، مثلا ما بتلاقيش ان هو مثلا عنده ايه مساحات غير ان هو بيلعب ضد أندية تانية في الدوري، فبيبقى عنده فرصة ان هو يروح ويسجل. لكن بعد كده الاهلي والزمالك بتبقى كل الفرق واقفة ورا، فان انت بتجيلك مثلا فرصة فرصتين في الماتش، فالمهاجم الكبير هو اللي يعرف يخلصه. غير كده مثلا ما بتلاقيش لعيبة كتير جات وما نجحتش بسبب كده. طيب يعني استاذ عمرو، انت لسه قايل دلوقتي انه عاده الدوري بيكون الاهلي والزمالك قدام والباقي واقف ورا، بس السنه دي دوري السنه دي كان مختلف. احنا شفنا يعني ما كانش اهلي وزمالك، لا كان في منافسه ثلاثيه. شايف ان الدوري السنه الجايه هيكمل بنفس النمط ده ولا هنرجع تاني اهلي وزمالك؟ لا اعتقد بيراميدز برضو هينافس السنه دي، اللعيبه كويسه، عامل صفقات كويسه، يعني اخرها امبارح مصطفى فتحي يعني لعيب خبره، يعني لعب في الزمالك كتير قدم حاجات كويسه، فاعتقد ان بيراميدز لا مكمل السنه دي برضو مع الاهلي والزمالك. يعني نتمنى ان هو يكمل لاخر الموسم، ما يبقاش مثلا بدايه زي ما بيحصل، لا عايزين زي الموسم ده كده تفضل المنافسه ثلاثيه لحد اخر الموسم، اتوقع ده اللي هيحصل برضو. طيب استاذ عمرو، خليني اسالك سؤال. شايف ان الزمالك يقدر الدوري الموسم الجديد ان هو يحسم البطوله لثالث مره في تاريخه، ولا الاهلي هيستيقظ وهيبقى فيه اداء مختلف؟ والله هي تاريخيا ما حصلتش خالص، ما حصلتش ان الزمالك بس كده ياخد بقول لك لاول مره في تاريخه ما حصلتش فعلا ان هو ياخد ثلاث ثلاث دوريات ورا بعض. ثلاث دوريات ورا بعض، دي ما حصلتش. بس لما تيجي تتكلم يقدر، يقدر، هو عنده المقومات، في استقرار اداري، في تركيز من جانب الاداره تماما، ويعني بعيدا تماما عن الجانب في دعم الفني. ليه من الإدارة. وفي واهم حاجه كمان ان هو بعيد عن الجانب الفني، مش زي ما كان بيحصل قبل كده. الجانب الفني من ناحية فيريرا، لو مدرب يعني شفناه الموسم اللي فات، راجل خبير، راجل بيفهم كويس جدا، يعني قادر ان هو ياخد دوري يعني في ظروف صعبة جدا للزمالك، مفيش صفقات، كان القيد موقوف، اللعيبة مثلا ما هياش توب، مش اعلى مستوى، ورغم ده انه قدر ياخد بيهم دوري. فمع الصفقات الجديدة اكيد هو مثلا مختارها، اكيد هو عارف هو عايز ايه، فده هيديله افضلية تاني غير الموسم اللي فات. على مستوى اللعيبه، لا في لعيبه دلوقتي كتير في الزمالك يعني خلاص اللي هو عندهم فكره البطولات، يعني ان هو مثلا ايه كان قبل كده مثلا ممكن الزمالك تاريخيا ممكن ياخد بطوله بطولتين وتحس ان هو ايه يعني شبع شويه مثلا، لا صحيح. الجيل ده لا، هو الجيل ده بياخد ومش بيشبع، ده اللي احنا ملاحظينه يعني. ف وما دام اتهيأت الظروف يبقى لي لا، واحنا عارفين ان يعني الكوره يعني غير متوقعه. طب عشان أكيد. احنا وقتنا بيخلص، انا عايز اسالك بقى سريعا كده رايك في المشاركه المصريه، طبعا اربع نوادي مصريه في المشاركه الافريقيه، عندنا اهلي، زمالك، بيراميدز، فيوتشر. والله يعني هو الاهلي والزمالك يعني في خبره كبيره في دوري الابطال، بس الزمالك هيبتدي دور من دور ال 64، اعتقد هيعدي، هيبقى عنده ماتش صعب شويه في دور ال 32 مع الاتحاد الليبي غالبا اذا الاتحاد الليبي عدى، فأعتقد يعني ان الزمالك هيبقى مرشح انه يوصل دور المجموعات، الاهلي طبعا برضو هيبقى مرشح دور المجموعات، وبيراميدز نفس الكلام في الكونفدراليه. فيوتشر هو اتعادل اول ماتش 0-0 بس فرصه اكبر، يعني اتمنى نشوف الاربعه في دور المجموعات ويوصلوا الاربعه لابعد نقطه يعني ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. عمرو عزت الناقد الرياضي، نشكرك جزيل الشكر ونورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا عمرو. شكرا.